مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. مش اول صيام نحن بنكون مع كاريتاس لبنان، لانه اجمالا حمله كاريتاس لبنان دائما بتبلش مع الصوم المبارك. السنه اطلقت من الصرح البطريركي بقديس ترأس غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لوصف الوضع اللبناني بالمريض، ويلي نحن كمان اليوم نلتف حول غبطته حتى نأيد طبعا كل قراراته، لأنه كلها بتصب أولا لمصلحة الكنيسة ولمصلحة الوطن ولمصلحة كل إنسان عايش بلبنان. وطبعا لما بنحكي كاريتاس لبنان بنقول كاريتاس يلي بتحتفل السنة الجاية باليوبيل الذهبي، أي بخمسين سنة على استمرارية عطاء برغم من ظروف كانت كتير صعبة وما زالت. ما بتلحق كاريتاس لبنان بتعمل برامج محددة وبتمشي عليها حتى بيطرق دايما بهذا البلد الجديد يلي بيستلزم مساعدة أكتر، جهد أكتر، تمويل أكتر، حتى تقدر توصل لكل إنسان بحاجة اليوم لمساندة إن كانت صحية أو غذائية أو حتى تدريبية، وحتى بسيارات النقالة كانت عم توصل لآخر بقعة من لبنان وهيدي تشهد عليه. أنا بسرني كتير اليوم أني استضيف رئيس كاريتاس لبنان الأب ميشيل عبود الكرملي يلي بشكر حضوره معنا باستوديو اليوم بالرغم من كل انشغالاته وحضوره الدائم وتوصياته لكل أسرة كاريتاس. ممنوع حدا يدق باب كاريتاس إلا ما ينال المساعدة. أبونا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، وميسي مدام ريبيكا لإتاحة الفرصة، وميسي لإدارة الام تي في. أهلا وسهلا فيك أبونا. نحن بنعتبر حالنا مع كاريتاس واحد، لأنه هذا البرنامج اللي هو الحل عنا هو حتى يساعد الناس بطريقة أو بأخرى. يمكن نحن ما عنا إمكانات مادية، ولكن نحن عنا الصوت اللي بوصل منوصل صوت المعوز وصوت الفقير وصوت حتى يلي بده يساعد، لأنه في ناس كتير خيرة بتنطر يمكن الصوم حتى تعمل خير، ونحن بنقول لها شكرا بالرغم من كل ظروفها. طبعا اخذتوا شغار السنه هو معكم بتبقى الحياه، ويمكن اضافت اسره كاريتاس وبيستمر لبنان. لانه لبنان مثل ما ذكرتي حضرتك بالمقدمه قول غبطه البطريرك، لبنان مريض، والمريض اذا ما عالجني بده يموت. صحيح. وتنعرج وتما يموت بدنا نكون عم نقدم له ايد المساعده. من هالامراض مثل ما بنقول على طول هو الجوع. فنحن كاريتاس بدنا لبنان يبقى، وما بدنا يمرض، وما بدنا حدا يوجع ضميره يوم من الايام انه كان بيقدر يساعد وما ساعد. نحن بس نطلق حملتنا لشغله وحده، او بنقول لشغلتين. اول شغله بدنا طعم الفقير، بس كمان بدنا نعطي فرصه للشخص الثاني يعمل خير. نعم. انا اذا بيجي شخص بيقول لي ليك انا بساعد اهل عائلتي، بقول له برافو كفي، ما بدي اخذه منك، انا ما بيهمني اخذ، ما بيهمني انا اعطي، انا بيهمني الفقير ياكل. لانه في فرق انه انا اخذ، فرق انا اعطي، انا بين، لا نحن عندنا هم الفقير. وهون بس نكون عم نتفق مع بعضنا البعض وعم ننسق مع بعضنا البعض حتى طعمي كل انسان فقير موجود بلبنان. هذا الاهم. لبنان مش بس بترابيته، مش بالبقعة الجغرافية، ناس بشعبه، هذا الشعب الذي يحتضر من هالأزمات الكبرى يلي عم يخدها، الأزمة الاقتصادية، الأزمة المادية بالدرجة الأولى، ومن ثم أزمة كورونا وغيرها. هلأ نحن بنقول للناس اللي برا وهون عم نتوجه لهم، أنت بيكون معاشك $1,000، شوي تاني نهار بتوعى بعيط لك مديرك بيقول لك صرت عم تقبض $150. ما بدي تأثر عليك، انا متاسف بدي سكر، بدك تروح على بيتك. هي اضرب، لانه هي اللي عم بيصير هلا، عم بتصير. ما نحن الشباب يلي عم يقبضوا باللبناني، ارتفاع الدولار عم بيأدي على هذا الشيء، لهيك عم تطلع الصرخه. عم نيجي نحن بس تنأمن له اكلاته وادويته وخبزاته، هو هن في اشياء كثير عم تتطلب للانسان كان يعيش برفاهيه معينه، شيء اكيد ما راح نكون عم نقدر نقدمها. لهيك بس نقول نحن معكم بيبقى لبنان، لحالنا ما راح نقدر. يعني معكم انتم المحسنين، نحن عائلة كاريتاس، وحتى الأشخاص اللي عم يتساعدوا مع بعضنا البعض، ويستمر لبنان لأنه عينكم عليه. أبونا بمؤتمر صحافي سنوي دائما، مع يعني سنويا دائما كاريتاس لما بتطلق حملتها بمؤتمر صحافي بتبين فيه بالأرقام
وبشفافية كل نشاطاتها برامجها قدي عم يدخلها وكيف عم ينصرفوا. أكيد بعتقد أي مواطن بيقدر يدخل على الويب سايت تبعكم بيقدر يشوف كل هالموضوع يعني حتى يعني نختصر الوقت. ولكن بحب هيك تعطي فكرة للمستمعين للمشاهدين قدي يعني 2020 وبداية 2021 كانت طلبات أكثر بكثير ما كنتوا متوقعين مع انهيار الليرة مع جائحة كورونا مع الحاجة. لكن احنا من بداية بننفذ برامج بيجينا مساعدات من برا بيجيني مليون دولار مليونين دولار 300 مليون دولار بيحطولي بيقولوا لي بدك تعطي هذا نوع لهودي الاشخاص لكذا وانا بكون مقترح الامور مع الوظائف مع الكل. بيجي البرنامج بحطوا لي ديدلاين معين ببلش فيه باكتوبر بدي انتهي فيه باكتوبر الثاني بدي يكون مسفر نعم. ويلي ما بصرفهم بياخذوهم هن نعم. هذا برامج من هالبرامج عم نعمل شو مساعده في شيء اسمه فري دونيشن يعني الاشياء يلي نحن بنساعدها هون طلعت يعني إذا كنت عم ساعد 100 مليون بالشهر صرت عم ساعد 500-600 مليون. وأكثر شيء شو عم ساعد؟ عم ساعد بداية مواد غذائية عم ساعد أدوية وعم ساعد فرق مستشفيات. هودي بالأول كنت أقدر ساعد أجار بيوت ما بطلت بس هلأ الحاجة لأجار بيوت بشكل مش طبيعي جنون. لأنه ما نحن شو منقوم منه هو الفقير يلي ما عنده مسكن وما عنده ملبس وما عنده مأكل فعم يجوا عم نفتح اوقات تياب حتى ياخذوهم عم نوزع مواد غذائيه واجار له بيوت بمحلات معينه عم نعجز يعني نحن بين ايدينا مدام ريبيكا فوق ال 40 الف عائله. تصوري انا بدي اعطي بكل شهر لكل عائله 100 الف ليره عندي 4 مليار ليره ما بدي اجيبهم هودي ما بيقدروا يكونوا من دون ما حدا يعطيني. فاليوم بعطي 100 الف بكره بعطي 400 عشانين ما بعطي بشوف هيدي الجمعيه شو عم تعطي بالاجمال عم نقدر نوصل. هلا اللي بدنا نقوله مثل ما عم بعطي كميه كبيره ونشكر الله عم بوصل بيقدر يوصل لي كميه كبيره يعني انا اذا اجى واحد ما ينطر يقول انا بدي ساعد 100 الف لا يعني مره واقف قدام الباب جاي مره اختيار قلت له شاب يلا حضر حالك بدنا نساعدها شوي بتشيل هالجزدين القديم تبعها بتشيل 20 الف بدها تساعد. هيدي فهمت شو يعني يسوع عم بيقول فلس الأرملة خدناها وهي أحلى بركة كانت أوكي ويمكن نلحقها على بيتها بس ما قدرنا نلحقناها لأنه حاولنا بس ما عرفنا وين قاعدة أخذت السيارة وراحت إلا بدنا نكون عم نساعدها لأنه مبينة فقيرة أوكي. بالأشياء اللي عم نشتغل فيها هو إنه عم نطلق الصوت بس تجينا المصادر بنقدر نساعد وعلى طول بنعطي مثل بير المي وشجرة التفاح. نحن الإمدادات ما بدنا نوصل لكم شجرة بدنا نوصل للكل لهيك أوقات يمكن بين هلالين يمكن نغش يمكن يجي لعنا واحد مش بحاجة يطلب تيخزن وفي ناس متعودة بس هودي فوت يمكن 20% ما بهم مش على حجتهم أنا بدي أمنع غيري حتى يعني في ناس هيك ما بحب سمي كلمة تشويش بقدر ما أقول إنه ما عم بتصيب الموضوع مريت هيك من كلمة لكلمة ما عم تعطي الحقيقة ومن هيك يعني أنتوا بتحبوا دغري يكون الاتصال مباشر فيكم بفتكر عندك فكرة بهذا اللي عم بحكي أنا وشو أقصد مهي أوقات بيجي شخص بيقول ما بتقولي له رحت عند كاريتاس بيقول لك لا ما ساعدوني أنا مريت بالبرنامج حدا اتصل فيه وقت اتوصلت معك قالوا لي كاريتاس ما ساعدتنا بعدين تبين لي لأنه راح حدا من الأبرشية لعندهم عرفوا انه كاريتاس كانت عم بتساعدهم وقتها مش اعتذرنا بس قلنا نحن كمان مثلك ابونا بس لربما ليكي لربما كل التقصير والد عملوا معروف بيساعد قدين على الخير على الخير كفاعلي يعني بيجي هذيك مره دقات فوت اوقات بامور صغيره تقدر افهم الامور الكبيره أكيد. ما تساعدنا اخشي وصل المساعده باي على الاو ام تي انه على التليفون ايه بس ادعى على التليفون بس اني ما عطوني اني انا عندك خيارين يا مصاري يا مواد غذائيه اون تو كال بدي اقوله نحن عم ننطلق وعم نوجه نحن لكل الأشخاص كل واحد بيقدر يحط إيده معنا تنطعمي كل إنسان بحاجة فليكن اللي مارق بضيقة يمكن يقدر يكفي حياته من دوننا بس اللي مارق بحاجة لا ما رح نخلي على ضميرنا حدا يوم الأيام هو بحاجة ونحن في كان فينا نساعده وما ساعدني. أبونا بالأرقام هيك فيك نرجع نذكر هيك شوي المشاهدين بس حتى نقول قديش حجم الطلبات وقديش نحن بحاجة مش بس فلس أرملة خصوصا بدي أتوجه للانتشار يلي بعرف أنه هني ما عم بيأثروا أبدا لأن اليوم مع فرق العملة صارت يمكن 10 دولار بتعمل فرق لكن أول شيء بالأرقام عندنا 40 ألف عائلة بين إيدينا
نعم. هو بالدرجة الأولى. أغلبية جايين من رعايينا ريفيري من حدا تاني. هال 40,000 عائلة قولي بدي شيل 10 ل 20% يمكن مش بالحاجة القصوى، بحاجة ضيقة. هودي الأشخاص شو يلي بحاجة؟ كل عائلة بتكلف بالشهر حوالي 300,000 ل 400,000 تاخذهم بالتواتر. نعم. التوصيلات يلي عم نوصلهم يلي هي أدوية مثل ما قلت بندفع دغري مباشرة للصيدلية. لا، في ناس أبونا كانوا يروحوا على صيدلياتكم بس في شيء رمزي بندفعوه، في ناس ما عاد تدفع الرمزي. ايه هلا بس نقول الرمز اسمه فتح ملف، فتح ملف بنسميه مساهمه هذا. نعم. نحن ما بنبيع الدواء، هي اسمها مساهمه. يعني انت بتروحي يمكن اذا بتروحي على الصيدليه دواء تبعك حقه 100,000 هونيك بتدفعي 15,000 نحن بناخذها منك كمساهمه. بس حكما 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 ممنوع حدا ما ياخذ دواء لانه ما معه يدفع ابدا. هيدي انت نحن بنسميها مشاركه. اوكي، وبده يروح مع وصفه حكيم وغيره. ليه؟ تتحسي حالك انه انت مشاركه. بعدكم عم تقدروا تلاقوا الادويه مثل الاول ابونا بصيدلياتكم؟ لا، حتى نحن ليش بنحطها الرمزيه؟ نعم، مثلا نقول لك اياها ونقولها هون للاعلام. نعم. لانه ما يبين اللي فايت لعنا هو فقط فقير. اوكي، لا، انت فايت كانك فايت على الصيدليه. اوكي، بعدين بيرجع لنا نحن مين بنكون عم نساعد، مين ما بنكون عم نساعد، والله بيعرف بهذا الاشياء، في كرامه المستفيد. بس انت راي على كاريتاس بهيدي الطريقه حتى تاخذ دواك وتكون عم تساهم معنا حتى تنتقل بهيدي الاطار فقط لغير. حيلا شواذ معين حدا سامع في دغري بيكون عم يحكي عنه، واذا كان عم يجينا 100 شخص دغري بعد المرحلة الأزمة الاقتصادية صار عم يجي 600، ضربيهم ب100 ناس كلها سوا عايزت. أوقات بيكون بيسموه دواء الجينيريك أو دواء المشابه أو غيره، كانت الناس ما تاخده بدها هيدا هو، هلا الناس بتقول مهم ضل طيبة وأوجاعي تخف. عم بيقولوا لي إنه في ناس عم تتصل من الكورة قال كانوا عم بيستفيدوا من مواد غذائية، بعدكم مستمرين بهذا البرنامج ولا لا أبونا؟ هذا البرنامج مع الـ WFP منظمة الغذاء العالمية. نعم. نعم، نحن كنا وسيطين بين الناس وبين منظمة الغذاء العالمية، وزعوا لمدة 6 شهور، يمكن في ناس قدموا أسميهم ما طلع لهم، راح نكون عم نراجع الـ WFP ليه؟ يعني كاريتاس كانت الوسيط، يعني نعم. قدمت، بعتنا الأسماء، إجا لناس وناس ما إجوا، نعم. يمكن في ناس إجوا حالتهم منيحة، مش هالقد بيعوضوا الناس اللي وصلوا مرة أو مرتين، ممكن يرجع يوصل له مرة ثانية. بالإجمال كان أخذين على 6 شهور، نعم. كان البروجرام معمول على 6 شهور، في أشخاص ما طلع لهم، بعد ما عندنا جواب بدنا نكون عم نراجع مع الـ WFP. واكيد انتم يعني اضطريتوا تامنوا مستودعات بعتقد بوقتها ولا شيء، يعني هيدي كانت اضافه كمان لعملكم. انت اول شيء عندك، اذا عندك فوق ال 15,000 حصه بدك توزعيها، بدك فريق عمل، بدك نقليات، بدك مستودعات، بدك اتصالات، بدك شغله كثير مهمه، بس هيدا تحضير طريق. وخصوصا انه معكم كثير متطوعين شباب متطوعات، يعني صاروا معروفين شباب كاريتاس وشباب كاريتاس. الله يوفقهم، يعني بيطلعوا عندنا حوالي 1000 شاب وصبي عم يشتغلوا بحماس على صعيد كل لبنان. عندنا حوالي 2000 متطوع يلي كمان عم يشتغلوا وعم يعطوا من وقتهم، وفي شعار اخذوه يوم الايام بكاريتاس، كون معنا بتفهم المعنى. في كتار اهل عم يدقوا تي اولادهم يجوا يشتغلوا معنا لانه عم تتغير حياتهم. بيشوف فقير ما عاد بينق، بيشوف فقير بيشكر الله. بس يعني اللي بدي اقول لك اياه، مع جائحه كورونا كل الامور جمدت. يعني احنا بكاريتاس عندنا بال 150 موظف تنفترض يمكن تعرض لكورونا، كلنا طلعنا ونشكر الله على الارض، بس ما فينا نبعت كيف ما كان. يعني اوقات بدقوا لي لا من هيك السنه ما رح يكون في حواجز محبه بحمله الصوم، انا بسميها محبه لانه في ناس يعني كنت تنطر، بس يعني في ناس عم تطالب فيها، بتقول لي ما انا بوقف الدركه عم ياخذ مني بطاقه وعم بيعطيني اياها، اذا معي كورونا اعطيته واذا معه كورونا اعطاني، ممكن يعني نشوف. فانا هذا اذا حملت له الصندوق وحطيت عن بعيد، لا انا زيته لا هو زيته، اذا هو حط كمامه وانا في ناس عم بتطالب عم تقول انزلوا على الارض، لحد هلا مش اخذين هذا الارض. نعم، ابونا عندنا فاصل وبنرجع بنتابع معك الحل عنا عبر الام تي في. نتابع الحل عنا عبر الام تي في مع رئيس كاريتاس لبنان الاب ميشيل عبود الكرملي. ابونا اليوم طبعا من خلال المراكز الاقليميه بكل لبنان موجودين حضرتكم ومتواجدين، وكلها مفتوحه بالرغم من جائحه كورونا، يعني بيقدروا اي حدا بحاجه
بعرف عندكم أسيستانت سوسيال، بعرف إنه في ناس تقصد مراكزكم هيدي الطريقة، وفي ناس بتخبر عن ناس يمكن كمان، يمكن هيدي الطريقة اللي عم يوصلوا لكم فيها، ما هيك؟ ليكي هلا مرقتي على شغلي، كل مراكزنا مفتوحة. إيه؟ أنا معك بدي وجه نداء وعتب. نعم. كاريتاس ما عطونا استثنائية تنشتغل. قبل الإغلاق جينا الناس أكلوا، قلنا لفترة معينة عارفين بياخدوا دواهم وبياخدوا أكلاتهم، مددوا نعم. الإغلاق. نعم. ما عاد قدر يجي لعنا، صار الموظف اللي بده يجي بده يقدم طلب كتير صغير، بده يعمل لفة تيقدر ياخد لعنا، إذا الأسيرونس ما بتغطي إذا صار له شيء، وإذا كذا، يا جماعة نحن مش عم نشتغل تنفتح مع مع وزارة الداخلية. حكينا مع وزارته، وجهنا تحية، وزير الداخلية في معرفة شخصية جدا معه، مع شباب مكتبه، تعجبنا لماذا لم يعطى هذا الفقير، شو ذنبه؟ انا ماني جاي انا منظم، انا خايف على موظفيني اكثر ما اني خايفين عليهم، وخايف مع الناس بدي اعطيهم اكثر ما اني خايفين، بس بدي امن له لقمه العيش. بس ليش بده يجي على مكتبي؟ لانه ما بيسمحوا له استونس سوسيال تمرق في محلات خدنا اذونات خاصه حتى نقدر نوصل، بس مش على طول عم ينسمح حتى يوصل. هذا الشيء اللي بدنا نقوله. هل لانه مسجل كاريتاس جمعيه عاديه مثل حيالها جمعيه رقص يمكن، او حيالها جمعيه ترفيه؟ لا، بدنا نميز، بدنا هون بدكم تساعدوا شعبكم، ما بدكم تعطوهم ما تعطوهم، بس سهلوا لهم. بيكفي انه حاملين الحمل عنهم، يعني معلش يا ابونا اللي بيعمل خير او وجدت كاريتاس للمساعده نحن كلنا بنعرف هالشيء، ولكن اليوم الدول كمان بتتحمل مسؤوليات. يعني أنا إذا خدت إذن قلت له أنا عندي موظفين كاريتاس شو رايحين يعملوا؟ بس يقول لنا شو رايحين يعملوا؟ رايحين تيشتغلوا تيساعدوا الناس، تيفتحوا المستودعات، حتى مثل ما الناس جاي على السوبر ماركت تاخذ، توقف بالصف وبتاخذ، بس ما يسمح لي افتح؟ هذا الشيء اللي بنوجه عتب عليه، وساعتها إذا الدولة والمنظمات الدولية مش عم تعطيها مش واثقة فيها بيصطفلوا هن وياهم، بس يمنعوا الناس اللي عم تعطي بعد لهلا. يعني نعم، بعد الحديث هلا بكل الاغلاق، اوكي ما في استثناء، بعتنا اول مره، بعتنا ثاني مره، قدموا من هون. عندي 800 موظف بده يشتغل على كل الاراضي اللبنانيه، ليه بده يروح موظف بده يروح البينيفيسير او المحتاج ما يلاقي المركز مسكر، اجي انا افتح لمده ساعتين، او بمحلات معينه اجوا البلديه بكل وضوح طالبت من كاريتاس عملي معروف سكري مركز. طيب هذا الشيء لا يجوز. بالوقت اللي انتم كمان كنتوا عم تنسقوا مع البلديات مع الرعاية حتى تعرفوا وين الأماكن اللي بدكم تساعدوا فيها وأنتم حاضرين، يعني ما فينا نحن نقطع يد المساعدة عن أي إنسان بسبب جائحة كورونا، لأنه مثل ما قلت في حرص على الجميع، عليكم وعلى كل شبيبة تبعكم. بتمنى يكونوا عم يسمعونا واليوم نلحل عنا ياخدوا إجراء بهذا الموضوع بالفتح. أبونا اليوم أكيد مثل ما قلت نحن بنفسح مجال للخير إن كان من الخارج ولا، كيف يتواصلوا معكم يلي بيحب يساعدكم، خصوصا أنه اليوم صارت كلفة كتير عالية لأنه الحاجات كترت كتير. لكن نحن بدنا نتوجه للي بالداخل ولا بالخارج. نعم. قلتي جملة وأنا بحب استعملها، مش عم بحب استعملها، عم نستعملها مع الأسف. نعم. إنه يلي كان يساعد صار عم يطلب مساعدة للأسف، لأنه وقفت حاجته. نعم. اثنين، في ناس بعدها عم تقبض وحالتها عقدة، عم تقدر تساعد جارة وخية وأختها، تستمر بتكون عم يشيل التقل عنا. ثلاثة، بحب يقول أنا ساهمت وما قدرت ساهمت، مجال مفتوح لإله مباشرة. أول شيء بيقدر يروح على حيالله مركز OMT أو BOB ويقول أنا بدي أبعت هذا التبرع لكاريتاس. عم نحكي بلبنان بالدرجة الأولى. نعم. بهذا اللي حيالله مركز لكاريتاس بيقدر يكون عم بيأمن التبرع أو حيالله متطوع. نقطة تانية، لكل الأشخاص الموجودين بالخارج. نعم. بيقدروا يفوتوا على ويب سايت كاريتاس. نعم. كاريتاس دوت أو عم نحطه على الشاشة أصلا. دوت LB بيمرق قدامهم، بيفوت بيلاقي محل اسمه دونيت، بيفوت بيفقص بيقدر يتبرع اونلاين بالمبلغ هو يلي بده اياه. تروى في اشخاص بيحبوا يقولوا نحن وين رايحين، نقدر نقول لهم لو ما قلنا لهم اشخاص، ويمكن يجي يقول يا اخي يدلني عائلي او اثنين او ثلاثه، بروح لعند العائله بقول لها في حدا حابب يكون عم يبعث لك مصاري بيعرفي، بتحبوا تتواصلوا؟ بيقول لي لا لا ابون انا جاي لعندكم وما بدي حدا، بعطيه من الفري دونيشن يلي عندي من كل الهبات غير مشروطه، وانا بيقول لي ايه انا ما عندي اشكال، بوصلوا بهيدي العائله، ساعتها بنكون عم نساعد بعضنا، امنا لبعضنا بعض هذا التواصل، نحن هالشبكه التواصل بين المحتاج وبين المحسن، وهذا الشيء يلي بدي اقوله للناس قبل ما نحن عايزين المصريات، نحن عايزين الناس تكبر، يعني انا بس اجي
بشرك بالله، مش كلمة الله، بقول لك حبي الله وآمني فيه، مش كلمة الله ما راح يصير شيء، بس أنت بس تآمني بتكبري من جوا، الإنسان اللي بيعطي بيكبر من جوا، عودوا أولادكم على العطاء، ياما في عائلات هلا ببشروا يصمدوا بالإجة وبيجوا بشقوا بيبعثوا لنا إياهم وبنقول له نحن لوين راحوا بنوصف لهم عائلة أكيد مش الاسم العائلة، والأشخاص يلي بعد ما تشجع يعطي أو ما أنا صايرة معه إنه يعطي يجرب يعطي وراح يشوف حاله قد ايه هو فرحان وقد ايه مبارك من جوا وحتى من حاجاته. نحن مدري تيريز مره مخبره خبريه صارت معنا انه اخذت صحن لعائله اوكي بتشيل الام شقفه من الاكلات بتاخذهم للجيران نحن مره بناخذ حصه بشيل فيني اخذ اعملها مين بتقول لي في عائله بنعرفها لا قولوا لي عنا هولا لكم قولوا لي عنا في لغيرها كمان حتى بنشوف كيف الفقير بيهتم بالفقير وبيشيل انه هو بحاجه لانه اختبر شو يعني عم يعطي لانه الغنى مش غلط هو الاستغناء عن الله الغلط. في ناس كتير أغنياء ومنعرفهم وعم بيتبرعوا بميلهم بشكل كتير حلو وحس وعارفين انه هودي باقيين راح يتخانقوا عليهم ولادهم فيما بعد راح يختلفوا عليهم اني رايحين. فيسوع قالنا اكنز لكم كنوزا في السماء وهديك السنة حطينا زيد رصيدك بالمحبة. يمكن اذا منعوك من الفايدة على الارض على القليل السماء عم تعطيك فايدة مش بس من عينه من الفايدة. هلا مصريات وجانا عمره مش قادر يوصل له لابونا للأسف الشديد يعني مؤسف جدا هذا الموضوع للأسف. بعرف انه كاريتاس بتعتمد على لبنان خصوصا مؤخرا ولكن نحن بعدنا بحاجة للخارج لكاريتاس قديش عم يتواصلوا بعد معنا خصوصا بعد الانفجار شفنا قديش كان في هالهجمة العالمية على لبنان ليوقفوا ويساندوا. أول شيء تحية كتير كبيرة للخارج معنا بدي سمي كم دولة نعم. الولايات المتحدة الأمريكية بأمريكا جنون نعم. بأستراليا جنون كندا دول عربية ناس عم تتواصل معنا بعثت كونتينرات بعثت مصاري عم بيلموا بالرعاية يلي نحن وياهم عم يعملوا بريناج مثل تبني بس المهم الدولة ما تاخد ضريبة على هال لأنه وردت هلا عم تقولوا عم ياخدوا ضريبة على المساعدات 100% ما هيك نزلنا اجتمعنا معهم وانتوا وقعتوا فيها اجتمعنا معهم قلنا لهم ما تدقوا بمال الفقير عم تدقوا بمال مقدس انتبهوا على هذا الشيء اللي عم بيصير وعدوا انه هيدي اقتراح بس لأنه ما قدروا على القوي ما قدروا على السارق قدروا على الفقير يلي عم ياخد مصرياته بيرجع لهم لقلهم. نحن بدنا نضل مكفين طريقنا وبدنا نضل ماشيين ويلي ماشي تيخلص حدا بده يتلوى الدم ويمكن في ناس مثل ما الأطباء هلأ عم يعملوا موجه لهم تحية لقطوا كورونا لأنه كانوا عم بيداووا لقطوا فيروس لأنه كانوا عم بيطببوا وتعرضوا وكفوا رسالاتهم من بعد ما شافوا. نحن رغم كل العوائق يلي عم تجينا من الداخل ومن الخارج راح نضل مكفين رسالتنا لأنه فخر لقلنا وهيدي فرصة لأننا أنه نكون عم نعمل خير. نحن عم نطلق النداء تنأمن الفرصة لغيرنا ما بدنا نطلع وحدنا على السماء بدنا نأخذ حدا معنا. أبونا بالنسبة لمتضرري انفجار بيروت بعدكم بنفس الزخم يعني بالحياة بطلت نفس الحاجة الزخم كان موجود للكل بالأول لأنه كانت الحاجة طارئة. هلأ عم يرجع يطلع قدامنا ناس في جمعيات اشتغلت الله يقويهم في كتير ناس اشتغلوا في ناس ما كفوا وعدوا ما كفوا في ناس هلأ اللي عرفنا فيهم لأنه نحن بس أخذنا بانفجار بيروت اشتغلنا مع العائلات الفقيرة كنا نعرفها ما قبل الانفجار بعدين يلي دقوا بابنا يلي دلون عليهم بالبرامج يلي بين إيدينا هلأ بلش يظهر بعض الأشخاص يلي بعد ما رجعوا على بيتهم بعد بيتهم ما تكفى بعضهم بحاجة لمساعدة مساعدات يلي وصلت إيدينا ما قدرت كفت الكل هيدا عارف إنه هو بحاجة رفيقه أخده وصار بده كله بعدنا مستمرين إلى جانب المساعدات يلي النفسية يلي عم تطرق ولأين أنه ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه هذا الشيء اللي مأثر على الأولاد وعلى الأهالي ويلي كلنا سوا بدنا نكون عم نواجه وخصوصا مع أهالي الضحايا اللي كل يوم عم بيموتوا مرة تانية مع ضحاياهم مع يلي عم يسمعوا ويلي كلنا عم نتابعوا أبونا وقديش بدنا نصلي يعني كمان أنه نكون إلى جانبهم يعني لكن عطول منقول الحياة المرضية الجسدية الوباء الجوع مش بإيدنا ما حدا بيحب يكون مريض ما حدا اختار يكون مريض ما حدا اختار يكون جوعان بس فينا نختار نكون مؤمنين. الله اللي خلقك من دون إرادتك ما بيقدر يخلصك إلا بإرادتك. إذا هوني أخذوا لنا النعيم بالأرض ما خلونا نعيش ليه نحن بدنا نحرم حالنا من السماء. لهيك الإيمان ما رح يلغي الصعوبات وما رح يلغي المشاكل. الإيمان رح يعطيك قوة حتى تتخضى الصعوبات ويعطي معنى للحياة. بتجي الأدوية بتزيد لك كم يوم على أيام حياتك بيجي الإيمان بيزيد لك حياة على أيام عمرك
والمن مصدق يختبر، يقعد خمس دقائق ويصلي، يقرا بانجيله كلمتين وراح يلاقي حياته كيف راح تتغير. ابونا طبعا احنا برنامجنا اسمه الحل عنا، وقديش بدنا من الحلول يلي مرات بتبقى حلول بسيطه كثير، يعني ما بدها كثير يمكن مريت تعقيد. قديش نحن اليوم قادرين انه نزلزل، يعني نفكفك من الحلول بس ببساطه وبايمان. لمين بتتوجه يعني طبعا مع الحل عنا عبر الام تي في؟ بدي اتوجه لكل حدا موجود. اوكي، ما تاكل رزق غيرك، محل ما انت موجود بتبلش السود العدالي. رح تمرق بالحرش او بالغابه او محل رح تلاقي في شجره خضراء، هيدي الشجره خضراء اجاها مي، مش انت سقيتها، يجيها نقطة مي من السماء، ويمكن غيرك سقاها وغيرك سقاها تضل خضرة. فيمكن نقطة مي بدك تزرعها رح غيرك يشوف الخضار. عم تاكل من رزق انت ما زرعته، زرع رزق غيرك ياكله. حط بإجة السماء بقلب كل انسان، هيدا اللي بدي اقوله. فنحن كل هدفنا هلا بدنا نربي وبدنا نوجه وبدنا نشجع على العطاء حتى نعيش هذا الفرح يلي فقدنا منه من خلال كل اللي عم بيتعرض له لبنان وعم تتعرض له نفسياتنا من صدمات، خصوصا انه نحن بلبنان يعني ابناء الحياه وابناء الرجاء، ونحن ثقافه الحياه دائما هي الحمد لله بعدها لهلا ان شاء الله تستمر انها تكون اقوى من اي ثقافات تانية بدهم يجرون عليها. من هيك انا برجع بقول لكم مشاهدينا، معكم بتبقى الحياه وبيستمر لبنان، وفي فرصه يوميه وكل ثانيه ان نحن نساعد ونعمل خير ليلي ناس مش عارفين وين بدهم يوضعوا هالخير. هيدا رح نقول لهم كاريتاس هي حاضره حد كل فقير، كل معوز، كل مريض، كل إنسان بحاجة اليوم لأي مساعدة اللي كانت. خلي يكون عنا ثقة ببعضنا ونبادر دايما، لأنه العطاء شيء له قيمة كتير كتير كبيرة. أنا بشكر حضورك معنا أبونا ميشيل، ومن خلالك بدي حيي كل إنسان اليوم ولو هالست بفلس الأرملة اللي حبت تقلن أنه العشرين ألف ليرة بتجمع كمان وممكن تساهم بأي شيء حتى نوصل لشيء اسمه ولا إنسان يكون اليوم بحاجة. الله رضي، هيدي يلي كلنا بنتمناها. أهلا وسهلا فيك دايما أبونا ميشيل عبود الكرملي رئيس كاريتاس لبنان. وطبعا بدي أتمنى الشفاء لكل المصابين، وبدي أقول للناس ما تخافوا، لما بيكون في ايد دايما بيضة رح تمتد لكم، ما حدا يقلق اطلاقا. بعطيكم موعد دايما عبر الام تي في الحل عنا. الى اللقاء.